السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بالمشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء لاباس؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. ومرحبا بكم عندي اليوم في هذا الفيديو. مرحبا. اليوم بطلنا ما نديروش الموسيقى، وغادي نشرح لكم اشنو غادي نديروا، اشنو غادي نديروا في هذا الطبق او هذا الشهيوه طبق، اشنو في هذا الرغيف ديال الفران. اليوم فضلت ندير معكم الرغيف ديال الفران. كيف كتشوفوا هنا كاين دقيق الفورس، هذا الدقيق الابيض تقريبا هنا نص كيلو نتاع الدقيق الابيض، وربعة الفينو، يعني الفينو هو الدقيق الحرش هو هذا. العجينه انا شحال من مره عجنت صراحه ما غاديش نعجن، ولكن غنوريكم اشنو غندير. غندير معاه شويه ديال الزعتر هنا، غير شويه ديال الزعتر هذا، غير شويه قبيصه ماشي بزاف، وشويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الخميره اللي كتكون حبوب، هذا اللي كتكون حبوب، يعني غادي نديرو غير كميه قليله صافي. والماء سخون، الماء دافي. بالنسبه باش غادي نعجنوا الرغيف ديال الفرن، الرغيف ديال الفرن غادي نعمروهم غنوريكم شنو باش غنعمروهم. غادي نعجنوا بعدا العجينه ونخليوها ترتاح، ومن بعد غنرجعوا باش نوريكم اشنو باش غادي نحشيو هذا الرغيف ديال الفران. نتمنى ان تكون فرجه ممتعه وتقبلوا داكشي اللي كندير، اطباق البسيطه ديال كل دار. نتمنى انها تعجبكم بالطريقه ديالي انا. شكرا لكم. المهم غادي نعجن ونخلي العجينه ترتاح ومن بعد نرجع معكم. خوتي هذه هي العجينه اللي عجنت، ها نتوما شوفوها كي دايره. المهم عجينه زوينه، ها نتوما يعني جمعتها دروكا، ها نتوما. ها دابا شنو غندير ليها؟ دابا غنديرها في الميكا باش ترتاح ليا. غنديرها في هاد الميكا وغنسد عليها بحال هكا وغنخليها باش ترتاح ليا العجينه. عاد هادي نجي باش نقسمها باش نديرها رغيفات. المهم نخليها ترتاح ونرجع معكم باش نوريكم باش غادي نحشي هاد، باش غنعمر هاد العجينه. انا كنتكلم بالمغربي ونتمنى انكم تفهموني. رجعنا معكم اخوتي، من بعد اشنو غادي نحتاجو باش نعمرو هاد الرغيف، باش غنعمرهم. هما كنحتاجو لهنايا شويه ديال الزيتون، هذا الزيتون اللي كيكون مقطع. عندنا الفرماج المثلث تقريبا على حسب الكميه اللي عندك، اي نوع فرماج ممكن تضيفيه باش يعطيك ديك التعليكه ديال الرغيف. عندنا هنا شويه ديال الثومه، من الافضل ديري الثومه هذيك اللي كتكون بودر او هذه فقط لا غير. المهم عندي هنا شويه الهريسه الحاره، الهريسه الحاره اختياري اللي بغى يديرها. عندي حك ديال الطون لان نديرو مذاق ديال الحب، حك ديال الطون او السردين، المهم اللي عندك نتيا. عندي الشعريه ديال الروز هنايا، شعريه ديال الروز باقي غادي نسمها حتى هي، نسمها ندير ليها العطريه. بالنسبه غندير معاهم حتى الخضر. بالنسبه للخضر اللي غادي ندير هنايا عندنا الخيزو او الجزر، هنا حكيتو، هنا بجر حكيتو. عندي هنايا القرعه صغيره حتى هي كنحكها. وعندي هنا واحد البصله، بصله صغيره هنايا، هذه القرعه او اللي كتعرفوا نتوما. وعندي غنوريكم التوابل اشنو غادي ندير. بالنسبه ليا دابا باش غادي نبدا دابا بهاد اسميتو، غادي نسمهم بالتوابل باش نديهم يتشحروا. غادي ندير شويه ديال الزيت، شويه الزيت يعني ما غنكثرش الزيت بزاف، شويه الزيت تقريبا جوج المعالق كبار. غادي نضيف شويه ديال الهريسه، شويه الحار غير شويه ماشي بزاف، شويه ديال الثومه، يعني شويه ديال الثومه ماشي بزاف. وغادي نضيف شويه ديال العطريه. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه ديال الفلفل، هذا الفلفل البزار، وغندير شويه ديال التحميره الفابريكا. المهم كل حاجه منها شويه ديال، عفوا، شويه ديال الخرقوم عواد، شويه حتى هو غير شويه ماشي بزاف. واش غنديروا شويه ديال المليحه، غندير شويه ديال المليحه. وغادي ندير الخليط يتشحر ليا في البوطه، غندير الخليط يتشوح كي تقولوا نتوما، غنديه يتشحر. ومن بعد نرجع باش نسم حتى هاد سميتها، نسمها الشعريه حتى هي نسمها، عاد نخلط الجميع. رجعنا معكم، عدنا. بالنسبه لينا هذه هي الشعريه ديال الروز، ها نتوما قطعتها بحال هكا طريفه، سلقتها
خويت عليها الماء طايب وخليتها تطابق ليا هكا وقطعتها. اش غنزيد عليها؟ غنزيد عليها الخضيره اللي طيبت، يعني هنايا كاين الجزر وكاينه القرعه، هنا القرعه اللي كيسموها المصريين الكوسه او المهم انا كنبغي نشرح لكم باش كل واحد يفهم. غادي نديرها على هاد الشعريه ونحرك نحرك الجميع مع بعضياته حتى تدخل ليا ديك الخضيره في وسط هاد الشعريه. راه ما كتبانش كي بغوها الوليدات، ما كتبانش هاد الخضره ملي كتحشيها في الرغايف او في اي حاجه بغيتو نتوما. غندير الفرماج، هذا الفرماج حتى الفرماج كيعطي واحد الجبنه، كتعطي واحد التعليكه زوينه. غندير هنايا وانتم حسب الشكل اللي عندكم. غنضيف الزيتون، والزيتون الا درتو هذا الزيتون ما ديروش الملحه بزاف لانه كيكون فيه الملح. غندير الزيتون وغندير هنا شويه الهريسه، نزيد شويه الهريسه ومن بعد غنزيد شويه ديال التوابل، شويه ديال التوابل ماشي بزاف، يعني قبصه ديال التوابل غير باش نسمو الشعريه ديالنا نسموها. غنزيد شويه الفابريكا باش نضيف اللون صافي. وغادي ندير الحك ديال السردين او الطوله بالزيت ديالو. ها انتم شوفوا، انا فضلت ندير هذا الحك ديال السردين، كيجي زوين في الرغيف، كيجي زوين صافي. غادي نخلط الكل مزيان حتى تعلق ليا وصافي. الرغيف بالنسبه للرغيف ديالي انا فرقتهم بحال هكا ها انتم كيف كتشوفوا، وخليتهم يرتاحوا. ها انتم راه العجينه زوينه. غادي نخلط هاد الحشوه مزيان، يعني باش تدخل التوابل مع بعضياتها وتاخذ النسمه من بعضياتها الفرماج وسميتو. غنحرك مزيان هاد التخليطه وغادي نرجع معاكم. رجعنا معاكم باش نوريكم كي غنورقوا هاد الرغيف باش نعمروهم. غادي ناخذ رغيفه وغنورقها فوق. هنا راه كنخدم فيه نقي، كنشدو رغيفه وكنورقوا عليها هكا. المهم كنورقوها مزيان هكا، كنديروا فيها بالنسبه للزيتون كنديروا فيها شويه ديال الفلفل او التحميره او الفابريكا، وكنحلو الرغيفه مزيان بحال هكا. ما تخافوش منها، واخا تقطعات ما غاديش تخاف، ما تخافوش منها. كنحلو مزيان الرغيف هكا، كيكون رقاق بزاف صافي. كنديروا الرغيفه بحال هكا، كنتنيوها وكنديروا لها بحال هكا، وكنحطوها على جنب. نديروا وحده اخرى، كنحلوها. الكميه كلها غادي نطويوها بحال هذا الشكل، الكميه كلها غنطويوها مع الدهن هكا. كندهنوها كنبقاو كنورقوها مزيان من الجناب بحال هكا، وكنتنيو بحال كيف كنديروا المسمن المغربي هكا، كنحطوها على جنب. ندير معكم وحده ثالثه هكا، نتمنى تكونوا كتشوفوني هكا. كنسيبو كنتنيو وكنتنيو على بحال هكا كيف كنديرو المسمن ديالنا صافي. كنحطوهم على جنب بحال هكا، كندهنو المكان وكنحلو بحال هكا. ممكن الا بغيتو ديروهم اكبر من هكا كديروهم، بغيتو ديروهم بحجم كبير كديروهم هكا. كنطويو صافي، كندير وحده هكا وحده هكا صافي، كنحطو رشه. يعني نكملو الكميه كلها نطويها بحال هكا، عاد كنبقاو عاد كنعمرو، عاد كنجيو كنعمرو الرغيف ديالنا. هانتوما مع الاستمرار نكملوا كل هالكميه اللي عندنا.
يعني ما تعذبوش راسكم معاهم، هما راه مخدومه العجينه، غير احنا كنبغيو نسرحوها باش ما تجيناش معجنه من الداخل، ما فيها لا زبده لا والو، فقط الزيت و... لان هي مخدومه. هانتوما صافي هكا غنبقاو نكملوا الكميه اللي عندنا ونرجعوا معاكم. رجعت معاكم بعد ما كملت الكميه اللي عندي هنايا، نتوما شفتوها كلهم لويتهم بحال هكا، ها نتوما كي كتشوفوا هنايا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، غادي نشد اول وحده نسرحها بحال هكا، نسرحها هذه بحال هذه كنسرحيها. كنجيب العماره اللي صاوبت هنايا وكندير شويه في وسط الرغيفه بحال هكا، كنقادها فيها الفرماج فيها الزيتون فيها كل العناصر اللي كتجي لذيذه. بالنسبه لهادو ممكن ديهم مع وليداتكم للمدرسه، ممكن هكا كنجبد وكندير هذه الوسط، كنزيد الاخرى وكنجي نجبد الجوانب وكنحط في الوسط هكا. عندكم زيتونه كحله، زيتون الكحل كديروا وحده بحال هكا، انا ما عنديش، عندي غير هذا. غادي شويه نقرص بحال هكا وكنهز الرغيفه هي هذه عامره وكنديرها في الطاوه. غادي نعاود معكم وحده ولا جوج، بسم الله. غادي نسرحها مزيان بحال هكا، ها نتوما تشتو الثانيه اللي تنيتها في الاول، ها نتوما بحال هكا. كنبقى نجبد هكا مثلث باش يخليني الفراغ فاش غادي نعمر. غادي ندهنها بشويه الزبيطه وغنجيب العماره ديالي انا وغنحطها في الجنب. الفرماج راه غادي يذوب ملي غادي تكون في الفرن، غنديرها بحال هكا، نخلي زيتونه نحاول نعمر مزيان. الا بغيتي تعمري مزيان ممكن تعمري هكا. غنضيفو نجرو الجوانب بحال هكا الودينات وكنديرو بحال هكا، كنجرو الجهه الثانيه وكنديرو الصبع ديالنا، نديرو الصبع بحال هكا. ممكن هادو ترشوهم بالجنجلان، ممكن ديرو منهم اللي بغيتو نتوما. في الاخر غندير فيهم البيض، غندهنهم بالبيض. ها نتوما شوفوا الجوانب، ها نتوما العجينه مخدومه مزيان، ها نتوما. غنعاود معاكم، نتمنى تكونوا كتشوفوا لان عبد المرة بقى نخدم وما نعرفش واش كتشوفوا ولا لا. ها نتوما خديت وحده كنسرحها مزيان، يعني كنشرح لكم دابا بالتفاصيل، يعني كنشرح لكم. ها نتوما ها، ما ترققوهاش بزاف لان هي مخدومه العجينه. ها نتوما العجينه مخدومه. نجيب هادي، نتوما حسب اللي بغيتو تديروها باللحم تديروها بالدجاج ممكن، اللي ما كيبغيش الاسماك ولا شحال. انا كتعجبني الصراحه بالسمك، كيعجبوني هكا كنجبد. سهله ما كاينش شي حاجه كثيره. ها نتوما كنحاول نديرها لداخل، ها نتوما معانا، ها نتوما انا دابا كنشرح لكم باش كل واحد الا بغى يدير هاد الشهيوه يعرف كيفاش. ها نتوما يعني الشرح واضح، بلا ما نشرح لكم راه واضح كل شيء في الفيديو. نتمنى انكم جربوا، ساهلين واقتصاديين بدون زبده بدون تكاليف بزاف، وشي حاجه اللي صحيه اللي ممكن تصيفطوها مع وليداتكم للمدرسه، ممكن ديروها في بالنسبه للاطفال اللي كيمشيو. هادو كيبقاو في الفريغو كتسخنوهم في الفران. ها نتوما هادو كندهنوهم غادي ندهنوهم بالبيض، صفر البيض، وغادي ندخلهم الفران ونرشوهم بشويه ديال الجنجلان. رجعنا معكم اخوتي بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا. نتوما كي كتشوفوا عطاونا شي 20 قطعه. هنايا دهنتهم بصفر ديال البيض، شديت بيضه وطربتها
ودهنت بها الوجهه ديال هذا الرغيف، دفنتهم بالصفار البيض، وباغي ندير لهم دابا شويه ديال السمسم من الفوق، او نتوما حرين ديروا السمسم، ديروا اللي بغيتوا، هذا فقط تزيين. انا غندير شويه ديال السمسم من الفوق، او الجنجلان، انا كنقول باش يفهموني علاش كنهضر وهو باين شنو كندير. ها نتوما غندير شويه ديال الجنجلان من الفوق وغادي نديهم للفرن. صافي هادشي المرحله الاخيره قبل ما يدخلوا للفران. الفران يكون سخون، يكون الفران سخون هنايا. غادي نرشهم بحال هكا، والواجهه ديالهم راه دهنتها بصفر البيض. ها نتوما شاركت معكم طرق كاملها وطريقه سهله واقتصاديه لهذا الرغيفات ديال الفران، من دون زبده، من دون بيض، من دون اي حاجه. كتقدري تساعدي وليداتك وتعطيهم شي حاجه اللي لذيذه وزوينه واقتصاديه في نفس الوقت. ها نتوما غادي نزين الواجهه ديالهم بالجنجلان، وهادي ممكن تزينوهم بحبه سوداء، ممكن نتوما اللي بغيتو ممكن ديروا الفروماج من الفوق، تزينوهم ديروا ثاني قطعة الفروماج هنا كيدوبوا عليهم وكيجيو زوينين. ممكن بزاف د الحويجات ديروهم هنا. انا داكشي اللي عندي راني ضفتو، غنمشي نديهم للفران ونتلاقاو في طبق التقديم باش نوريكم كيف جاوني وكيف دايرين. نتمنى ان تعجبكم طريقتي ويعجبكم اطباقي البسيطه. شرحت لكم اليوم بتفسير تفسير مزيان، شرحت لكم. نتمنى انكم تفهموا الطريقه وتجربوها في ديوركم. مشاو للفران، نتيو هذا الفران، ونعود بعد قليل.